لو بنتكلم على عودة صناعة الغزل والنسيج إلى الريادة العالمية مش بس الريادة المصرية، بالتأكيد مفيش أفضل من إن احنا ننقل لكم مشاركة قطاع الغزل والنسيج في مصر في مؤتمر أو معرض عالمي زي معرض هايم تكستايل. وبالتأكيد من أهم الشركات اللي مشاركة في هذا المعرض مش بس الشركة قطاع خاص، لا دي شركة قطاع عام، شركة المحلة. ومعانا لقاء خاص مع المهندس أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. نتكلم على معوقات أو مشاكل بتواجه قطاع الغزل والنسيج، بالتأكيد مش هيكون مكانها النهاردة وحضرتك موجود بشركة قطاع عام مشارك في معرض عالمي زي المعرض اللي احنا موجودين فيه، لكن بالتأكيد عايزين نبذة عن وضع صناعة الغزل والنسيج في مصر وبالتأكيد مشاركتكم النهاردة في المعرض. طبعا يا صناعة الغزل والنسيج الحقيقة في بتتعرض لبعض المعوقات، مش هنقول يعني ان الصناعة ماتت او غيره، لا الصناعة قائمة الحمد لله، بس في معوقات لو تم ازالتها هننطلق انطلاقة كبيرة قوي. احنا هنا بنشترك، احنا الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بنشترك بخمس شركات من اهمهم شركة المحلة مصر المحلة. طبعا احنا لنا عملاء على مستوى العالم كله، لكن احنا بنحاول باشتراكنا بالمعرض ده ان احنا نفتح اسواق جديدة وعملاء جدد. في معارضات كثيرة بنعرضها السنة دي، احنا دي ثالث سنة نشترك فيها، كنا بنشترك بشركتين في اول سنة، بعدين ابتدينا نتوسع، النهاردة بنتكلم في خمس شركات، ونأمل السنة الجاية ان شاء الله نتضاعف الرقم ده. هدفنا زيادة الصادرات، لأن المرحلة اللي جاية هي مرحلة صادرات بعد تحرير سعر صرف الدولار، الأمور كلها بقت مناسبة جدا للتصدير، وهدف مصر هو زيادة الصادرات. فنتمنى ان شاء الله ان احنا باشتراكنا ده ان احنا نحقق الهدف، لكن المعوقات اللي انا قلت عليها في بداية حديثي هي شوية حاجات كتيرة، من ضمنهم طبعا سعر ارتفاع سعر الفايدة، لان ارتفاع سعر الفايدة ده معوق كبير، فبيخلي الشركات ما تقدرش تعمل خطة لست شهور او سنة قدام، يعني بيبقى صعب عليه تدبير تمويل سنوي. دي حاجة من ضمن الحاجات. الحاجة التانية ان احنا بنتكلم في المادة الخام، المادة الخام اللي هي القطن هي اصعب نقطة عندنا في صناعة الغزل والنسيج. المادة الخام احنا محتاجين مادة خام رخيصة لانها بتمثل 60% من التكلفة، عشان اقدر انافس واقلل تكلفتي يبقى لازم اوفر مادة خام رخيصة. اعتمادنا على القطن المصري الحقيقة اعتماد بيبقى بسيط، لان غالبية شغلنا كله من القطن المستورد الرخيص عشان نقدر ننافس. احنا معانا دول كبيرة هنا زي الهند وباكستان والصين، كلها اقطان مستوردة قصيرة التيلة، فبيقدروا ينافسوا وبيعرضوا اسعار ما نقدرش احنا ننافس فيها الا اذا استخدمنا هذه الاقطان. فاتمنى ان يبقى في يصير. باشمهندس واحنا موجودين في معرض عالمي زي معرض هايم تكستايل النهارده، كنت متوقعه اني هلاقي مشاركه من شركات القطاع الخاص، لكن لما الاقي شركه قطاع عام موجوده في معرض زي ده بالتاكيد لازم اسال حضرتك وضع القطاع العام، يعني القطاع العام في هذه الصناعه في وقت كتير كان هو اللي بيقود حركه التنميه في هذه الصناعه. هل في تحديات بتواجه القطاع العام وحضرتك موجود زي ما حضرتك قلت بخمس شركات قطاع عام؟ ده بالتاكيد يعني مبشر او ممكن يدعو الى التفاؤل ان القطاع ممكن يقوده لتاني مرة او مرة تانية القطاع العام في مصر. اكيد طبعا حضرتك، احنا طبعا بنتبنى خطة بتتبناها وزارة قطاع الاعمال العام، معالي الدكتور اشرف شرقاوي وزير قطاع الاعمال العام اعتمد خطة وعرضها على مجلس الوزراء، واحنا بدأنا فيها فعلا. الخطة دي بدأت ببداية الحليج، الحليج احنا بدأنا اعلنا عن مناقصة لتوريد ثلاث محالج جديدة، ان شاء الله هتبدأ العمل قبل موسم القطن اللي قادم دي، لان هي القطن اهم، هي اهم مرحلة، واحنا عايزين بنهدف الى الحصول على قطن خالي من الشوائب ومناسب للصناعة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ابتدينا في مناقصة للغزل والنسيج، ان شاء الله في خطة اللي احنا بنتكلم فيها خطة خمسية، يعني خمس سنوات، وهتنتقل صناعة الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام نقلة حضارية كبيرة، لأن كما تعلم حضرتك أنت بتقولي إن احنا فعلا كنا بنعاني، لأن كان حوالي 30 سنة أو أكثر ما فيش استثمارات خالص في هذا القطاع. المكنات اللي عندنا مكنات قديمة لا تتمشى مع التكنولوجيا الحديثة، عشان أقدر أخفض وأعمل
اعمل اقدم منتج قابل للتصدير يبقى لازم يكون الماكينات اللي عندي على اعلى مستوى. احنا فعلا في خطتنا ان شاء الله هنبدا تدريجيا مع جميع المصانع الغزل والنسيج، بحيث ان في خلال 5 سنين هيكون كله ان شاء الله جديد في جديد.